المشاهدين كرة ملعوبة أمامية تصويبة والحارس خادع الحارس يوسف بن مويه شاهدوا معي تصويبة مركزة قبل لحظات خطأ واضح كرة ملعوبة في جيش فابريس تصويبة خطيرة عارضة تصويبة ممتازة بالرجل اليمنى في مكان سليم كانت ممكن أن تكون مخادعة كانت ممكن أن تكون أولى الأهداف في مباراة اليوم لكن أجدوا تحضير اتجاه لويس جيفرسون كرة ملعوبة أمامية تحضير ترويض إمكانية الدخول أو التصويب يختار لويس جيفرسون أربعة لاعبين في التغطية الدفاعية لويس جيفرسون تصويبة شاهدوا معي التصويبة فوق المرمى فوق العارضة الأفقية بسنتيمترات قليلة ارتماء حاول ترميم ما فيها هذا التصويب بقوة كرة ملعوبة داخل منطقة العملية التحضير خطير ميدانو غالبا ما يطمح للخروج باقل خسائر ممكنه شاهدوا معي البهيج برجل اليمنى اكبر كره ملعوبه في اتجاه مساسي غياب تسلل تمريره خطيره تحضير خطيره خطيره جدا وتدخل للدفاع يقدر لم يحسن تقدير مسار الكره جيدا يعني امام هذا المدرب البرازيلي كره ملعوبه خطيره فابريس بالراس كره ممتازه للوداد تصويبة خطيرة ومباشرة إلى خارج أرضية القنيطري بحث عن التصويب من الناحية اليسرى يشور يخترق بحث عن التصويب عن تحضير إمكانية الدخول أو التصويب خطيرة جدا للوداد تصويبة خطيرة والحارس بن مويه للوداد إمكانية التصويب خطيرة جدا ممكن أن تغير أيضا من نتيجة المباراة أداء